نفس يا باشا. هتحبسنا والله العظيم هتحبسنا. ارميه بسرعة. تمام يا فندم. قبل العربية اللي جاية دي شوف رخصها. يلا يلا. رخصة. باش مهندس رخصة. رخصة؟ أنا ما معيش رخص يا باشا. في واحد ما معهوش رخصة يا باشا. يا نهار اسود، معهوش رخص؟ أنت يا ابن أنت. نعم يا باشا. معكش رخص ليه؟ ما هو مش أنا اللي سايق يا باشا. وافرض اللي جنبك بيجرى له حاجة، مش أنت اللي هتسوق؟ ما أنا ما بعرفش أسوق يا باشا. كمان يعني لا معاك رخص ولا بتعرف تسوق، ده أنت وقعتك سودة. يا نهار اسود، أنا أصلا سواد يا باشا. طب إيه العمل يا باشا؟ ولا حاجة، عايزين منك 35 جنيه وصورتين وشهادة بطنة ونظر. والامتحان امتى؟ لا ما هو مفيش امتحان غير لما تطلع رخص. اه صحيح. يعني ايه يا باشا؟ يعني هنحتاج منك كمان 35 جنيه وصورتين وتيجي بكره الصبح بدري، انت فاهم؟ بصراحه انا مش فاهم حاجه في الليلتين دي بقى يا باشا. انا ما معيش صور. مش مهم، احنا حفظنا شكلك. طب ممكن 10 جنيه كده؟ يلا يلا. هات لي الواد بتاع الدليفري اللي جاي هناك ده بسرعه. على فين يا وحش؟ يا باشا انا رخص سليمه ولابس الخوذه وكله تمام. انت مش رابط الحزام ليه؟ قول لي يا ابني انت، الصندوق ده فيه ايه؟ فيه اكل يا باشا. والاوردرات اهي. ورينا الاوردرات دي. راجع معايا الاوردرات دي بسرعه. حاضر يا باشا. اتنين موزة. اتنين موزة. اتنين حمام مشوي. اتنين حمام مشوي. اتنين حمام محشي. اتنين حمام محشي. اتنين حمام زاجل. مفيش حمام زاجل؟ اكيد سبقوا. امسك امسك. هات دول. اتنين حمام مشوي، يبقى الحساب 66 جنيه ونص. ايوه باشا ما انا عارف. طب ما تدفع ولا هتاكل سفلقه. انا مش فاهم حاجه يا سعاده الباشا. مش فاهم حاجه ايه؟ 66 ونص محتاجه اشهر. انت هتبلطج جد ولا ايه؟ لا مؤاخذه يا باشا. اتفضل يا باشا، دول 70 جنيه يا باشا. اكتب له وصل ب 3 ونص. كام قالوا يا راجل؟ يا باشا ده تبس. احنا برضه الناس بنلف في الوصول. يلا يلا. بونا بيتي. انزل يا فؤاد شوف في ايه. الظاهر دي لجنه يا باشا. ما انا عارف انها لجنه. انزل قول لهم ان انا مستعجل. حاضر. لو سمحت يا سياده الامين، نسيم باشا الرشيدي في العربيه ومستعجل، لو بس ممكن تديله طريق. يعني ايه نديله طريق؟ زيه زي بقيه الخلق. بس يا امين انت لما اكون انا موجود انت ما تتكلمش خالص. احنا اسفين، قول للباشا يعدي. شكرا يا باشا. القانون قانون. خلاص يا عم المحامي، القانون قانون ايه؟ بيقول لك باشا يعني ممكن يطلع لوا. اترمي على جنب هنا، مش عايز اسمع صوتك. يلا عدي عدي سكه بسرعه. عدي عدي يا اخويا عدي. باشا ممكن بس كارت من سيادتك؟ انزل هات لي الولدين دول بسرعه. ولدين مين يا باشا؟ اللي عاملين نفسهم امين وظابط. انزل اتحرك. جعفر يلا جعفر اجري. ايه يا باشا؟ باشا انت صدقت عبد المجنون في العربيه؟ عبد المجنون مين؟ بعدين هشرح لك. يلا قول لهم قوم عليهم بخلتك. يلا. طب ازاي بس يا باشا؟ اجري بسرعه الحقوه ما تعرضنيش. الحقوهم اجري. اجروا ادوهم بسرعه. الكل مين حضرتك؟ سلام عليك يا مسطول ده الحكومه يا باشا. سيادتك انت سمعت الحراميه.
طب اجروا انتوا الناحيه الثانيه. ما حدش فاهم حاجه خالص خالص. امسكوا الناس دول. عيب كده عيب كده. انتوا جايين لحد ما نجي بقى الخوه يا ناس. هم اللي نصابين مش احنا. الله احنا ساكنين هنا من زمان عمره ما حيانا. يلا بينا يا عم نقلع الكلام ده. يلا اسيبك لا ازيك يا صايع يا ضايع انت وهو. يا ست اولجا عيب كده. ما انت كنت عامله فيها نانسي عجرم من شويه. ايه ده وايه اللي انتوا لابسينه ده؟ كل سنه وحضرتك طيبه يا ست اولجا. النهارده عيد الشرطه. عيد الشرطه؟ امال في العيد الكبير هتلبسوا ايه؟ خرفان. يخرب بيت عسلك. ده انت فظيعه. وبعدين يا ست اولجا في كلبين قصر النيل اللي انت طلقاهم علينا دول. ما تحبسيهم احسن. او تسميهم. اسمهم سم كده. داريكو ودي فيك. دول حبايبي. لا تقولي. طب يلا بقى خدي حبايبك وخش نامي. عيب كده يا ست. عيب. صدقوا بقى انا مش جاي لي نوم. ما تيجوا كده تضربوا معايا عسلين محجر فوق السطور. عسلين محجر يا ست طيبه. لا 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 بس اطلعي احنا نحصلك على طول. يلا اطلعي بقى عسلين محجر. ما تحجروش معايا. يلا يا حبايبي. يلا يلا خربت يا معلم. انا بقى عم وحيده بقى ما خلفتش. محجر الله يا جعفر. يا ابن النصابة عبده مجنون. عمل ايه ده عشان يبقى باشا؟ اكيد اشترى جاكيت جلد. لا اكيد خد شقه قانون جديد. عموما هيبان. وبعدين سيبك منه وقوم رايح جسمك شويه. الموضوع مش هزار يا جعفر. الراجل ده واصل ومش هيسيبنا في حالنا. احنا بس اللي عارفين اصله وفصله. اه ابوه خريج سجون وهو اصلاحيه. ما انا بعت له الورق. طول ما الورق ده معانا احنا في امان. بقول لك ايه، احنا من بكره لازم نخبيه. وهنخبيه ازاي نسيم ده؟ واحنا هنخبي نسيم نهبي بيه ايه؟ هنخبي الورق. ما تفوق يا جعفر وبطل البانجو اللي بتضربه ده. تليفوني ده. يا سونس. ايه يا حبيبتي. وانت كمان وحشاني والله. قول لها تيجي. ثانيه واحده. بقول لك ايه، انا اعصابي تعبانه وماليش مزاج. انا ليا مزاج واعصابي حديد. يا عم انت مالك انت تيجي؟ ما تجيش انت مالك. اي حاجه اضطر القعده يا حوده. وانا بكلم مروحه اضطر القعده. معلش عشان البتاع ده بيطلب حاجات غريبه. طب خلاص. يا سونس بقول لك ما تعد عليا بعد ساعه كده. خليها تجيب معاها عشاء. ثانية واحدة. عايز ايه؟ عشاء. هاتي معاك عشاء يا حبيبتي. سمك. ما خد كلمها. طيب انت معلش يا حوض، اصل البتاع ده بيطلب حاجات غريبة قوي. معلش معلش يا سونسون. هاتي معاك سمك وانت جاي. يلا حبيبتي انا في انتظارك. سلام. بص بقى يا معلم، جو خرم الباب وتبص علينا واحنا جوه في الأوضة ده مش هينفع معايا خالص. وهو انا هبص عليك انت؟ انا هبص عليها هي. يا سلام يا ابني، دي صاحبتي انا. احنا الاثنين واحد يا حوضة. لا في دي اتنين يا معلم. يخص عليك يا حوضة. تقول عليك العشرة والصحوبية والمرمطة واسكندرية. خلاص خلاص يا شكري. اخليها تجيب معاها واحدة. طيب لا حرام. حرام؟ اه يعني بصك من خرم الباب علينا ده حلال واللي احنا بنعمله ده حلال؟ وانا بقول لك نتوب يا حوضة وانت مش عايز. خلاص توب انت لوحدك وروح اشتغل فرد امن ب 200 جنيه ولا اقول لك اشتغل في الطاقة الذرية. اتريق اتريق بس اي حاجة حلال احسن. الكلام ده لما تيجي تذبح.